بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت قد تحدثت إليكم في الحلقة الماضية عن فتنة الخوارج التي داهمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وهي تداهمنا اليوم في عقر دارنا. دخلت فرقة الخوارج، نبغت أول ما نبغت في العراق، ثم بعد ذلك دخلت إلى بلادنا إلى سوريا، وأنشأت لنا من الفتن والاضطرابات والمشاكل وسفك الدماء وإزهاق الأرواح وانتهاك الأعراض الشيء الكثير الكثير. تصوروا أنهم يسمون النساء، نساء المسلمين، يجعلونهن سبايا وعبيدا لهن، ينتهكون أعراضهن بغير حق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الخوارج قد دخلوا بفتنتهم إلى بلادنا، ولكن الأهم من ذلك أنهم يصدرون أفكارهم وآراءهم وفتنتهم إلى تركيا وإلى كثير من بلاد العالم الإسلامي، ويستجلبون شباب العالم الإسلامي الذين ورثوا عن آبائهم وأجدادهم ومشايخهم الدين الخالص عن الله تبارك وتعالى، يفسدون دينهم ويفسدون عقائدهم ويستبيحون دماء المسلمين، ويعلمون الشباب هذا الأمر ويجعلون الفتنة فيما بين صفوف المسلمين والعياذ بالله تعالى. نحن نتعرض لهذه الفتنة في سوريا بشكل واسع وفي العراق أيضا، ونتعرض لها هنا في تركيا. ينشرون هذه الأفكار ويستجلبون الشباب للدخول إلى سوريا، وهذه فتنة عظيمة ينبغي أن تتنبهوا لها وأن لا تقعوا في براثنها أبدا، لأنها فتنة تريد أن تجتث دينكم من أصله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.